الرحمن الرحيم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنظم جمعيتنا جمعية التأطير والمساندة لمرضى داء السكري بخريبكا حملات تحسيسية حول داء السكري لفائدة مؤسسات التعليم الابتدائية بالمجال الحضري لمدينة خريبكا تحت شعار المدرسة والسكري ابتداء من الأمس 1/3/2017 المدارس هي مدرسة المرابطين التي نحن فيها مدرسة الفرج مدرسة يعقوب المنصور مدرسة الزيتون مدرسة القدس مدرسة الشهيدة حادة العتاوية لقيت بأنه ما خصتهمش القراية هاد الوليدات خصهم الحب خصهم البسمة خصهم العناية ديال إنسان لإنسان قبل التعليم وشكرا بالنسبة لهاد الأيام أيام تحسيسية خاصة بالداء السكري والتي تقوم بها الجمعية وبموافقة المديرية الإقليمية للإقليم تقوم هذه الجمعية في إطار تقوم هذه الجمعية بمجموعة من المدارس بمدينة خريبكا للتحليلات الخاصة بالدم ونرى بأنها بادرة طيبة وتقوم والنتائج كانت باهرة جدا بالنسبة لجميع التلاميذ بالمؤسسة. سميتي جميلة سورية التحاليل ديال السكر المتبادر فرني المستوى الرابع مدرسة المرابطين حبلوا لينا السكر سفيان مجيب مدرسة المرابطين المستوى الرابع داز عندنا اليوم الجمعية ديال السكر سميتي بلال الفجيري جاو الجمعيه اليوم عبرت لنا السكر عبرت لنا السكر المستوى ديال القرايه ديالي الرابع الابتدائي عبرت لنا السكر دير لنا العبار ديال السكر